وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا ربي امين. المهم اليوم جيت بغيت نتقاسم معكم واحد الفلوغ اللي انا غاديه فيه الايكيا، خاصني شي حوايج بغيت نقضيهم، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا. منها نشوفوا الجديد ديال ايكيا، ومنها نديروا دوره ونخليكم مع التتمه ديال الفيديو.
هذيك الدوره في ايكيا خديت بعض الحوايج اللي كانوا خاصيني في الدار وماشي غير خاصيني، راكم تتعرفونا احنا العيالات ضروري اي مغازه فيها المواعن الا وخاصنا نخرجوا المواعن، ما نقدروش ندخلوا بيدينا خاوين ونخرجوا بيدينا خاوين، خاص ندخلوا خاوين نرجعوا عامرين، هذه معروفه. المهم اول حاجه خديت هاد الكويسات اللي كما تشوفوا معايا، تقدروا تشربوا فيهم القهوه، تقدروا ديروهم الاتاي اللي دايرين 50 سنتيم، يعني جات حساب 5 دراهم مغربيه. كما تشوفوا خديت انا فيهم 6، وخديت هاد الديكور اللي تنديروا فيه الشمع كما وريتكم، هاد الشمعه تاع تاع هاد الشمعه خديتها بأورو 50، جات 15 درهم مغربيه. وهاد الديكور ديالها هذا خديته بسبعة أورو، يعني 70 درهم مغربية. خديت منهم كما تتشوفوا معايا، خديت جوج كل وحدة بالشمعة تاعتها. المهم انا غير كما قلت لك حنا العيالات راه معروفين خاصنا ضروري المواعن ما ندخلوش بلا بيهم. المهم هنا كما تتشوفوا معايا خديت هاد جوج لوحات ديال البلاستيك اللي تقدروا تقطعوا عليهم الخضره ديالكم بحال الكربيع وداك الشيء، هادو تيلصقوا على داك البلونج دو ترافاي ديال الكوزينه، يعني براتيك ماشي شاك فوا ديما داك البلونج تنقطعوا عليه، بنادم مره تنبدلو ساهلين، حتى في الغسيل حتى هما ساهلين. وهنايا خديت واحد هادو سرابت ديال المواعن معروفين هاد في ايكيا، وهنا كي تلاحظوا معايا خديت هاد 4 ديال السرابت، يعني زوينين انا ديما تناخذو من ايكيا ديال القطن تيبيعوه هما بالربعه. خديت هنا كما تلاحظوا معايا خديت 4، والثمن ديالهم 2.50 أورو، يعني بفلوسنا ديال المغرب جاو 25 درهم. وهنا خديت هاد الباكيه ديال الماس كما تشوفوا زوينين، كنت تقطع انا بعد الخطره تنبغي نقطع بهم حتى البصله، تقطع بهم الربع، يعني راه اي حاجه راه دير، غير انا شفتهم عجبوني خديتهم. وهادو الثمن ديالهم يقدر واقيلا شي جوج ديال الاورو، يعني جات 20 درهم مغربيه هادو. وهنا كي تشوفوا معايا هادو خديت فيهم جوج، هادو دي سالادي دي بنادم تنبدلو البلاستيك شويه، انا تيعجبني الجاج على البلاستيك. المهم هادو خديت فيهم جوج، الثمن ديالهم 20 درهم فلوسنا ديال المغرب واورو 99. وهنا كما تشوفوا معايا خديت هادو ديال العود، انا عندي ولكن راكم تتعرفوا بنا هادو ديال العود تحراك وداك الشيء تيوليو صفرين يوليو هذا، ولقيتهم رخاص، هادو دايرين اورو 50 الوحده، يعني 15 درهم مغربيه، يعني رخاص بالنسبه لي انا جاوني رخاص، خديت هادو بثلاثة. وهنا كي تشوفوا معايا من بعد ما خديت هادوك المواعن كانوا ناقصيني هادو تاهما ديال النوامس، خديت هادو الغلافات ديال الوسيد تيتباعو هنا بجوج، يعني 5 اورو ديالنا جات حساب 50 درهم مغربيه. هذا ليزار ديال الناموسيه اللي تتخشى فيه الكويت، سميتو دغاوس، هنا خديت كانوا دايرينو بروموسيون كما تلاحظوا، كان الثمن ديالو ديال قريبه 15 اورو، يعني 150 درهم، خديته انا ب 10 اورو، قولي 100 درهم محيدين فيه 50 درهم، خديته هذا لولدي. وهادو لي زارت الغلافات ديال الناموسيه كما تتشوفوا معايا، هو هادو دايرين 7 اورو، يعني 70 درهم مغربيه. وهذا خديته الناموسيه ديالتي اللي من بعد غادي نتشارك معاكم، غندير معاكم واحد الدوره في البيت ديالي. هذا كانوا دايرين عليه قول 40 اورو، يعني جات حساب شي 440 درهم، انا خديته ب 30 اورو، يعني جات حساب 6600.
عجبني هاد الوان مع دابا حنا الربيع وداك الشيء، خديت هذا عجبني. وانا كما قلت لكم تتلاحظوا معايا هذه خديته، انا كنت خديت لبناتي، واليوم مع المره الاولى خديت فيهم جوج، ومني مشيت قبيله لقيتهم عاودوا حطوهم، خديت هذه لولدي بحكم ان ولادي انا بثلاثه فيهم الحساسيه، وتنصح بهم يعني كاع الناس اللي تيعانوا من الحساسيه بحال شكل ولادي انا، يعني تنصحهم بهاد ليكويت ارخص في الثمن، راه دايرين غير 18 اورو وخفاف حتى من ناحيه الغطاء خفاف. انا تنصح الناس يعني الناس اللي فيهم الحساسيه ما تنوصيهم زعما ياخذوا هادو، وهادو غير بعض المشتريات اللي انا خديتهم وقلت علاش لا ما نتقاسمهمش معاكم. ونتمنى يعجبوكم، ونتمنى يعجبكم حتى هذا الفيديو، ومره مره فين ما كان ندير شي مشتريات ولا شي حاجه راه غنتقاسمها معاكم.